السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير، الصحة والعافية والكرم بتسلم عليكم يا أهل الكرم. أتمنى أن أنتم تكونوا كويسين، أنا الحمد لله رب العالمين بخير. النهاردة جايب لكم زي ما أنتم شايفين Just Cause 3، يلا بينا نعمل جيم بلاي مع بعض ويا رب يعجبكم. لا لسه بديني اللعبة يا جماعة، زي ما انتم شايفين على الطيارة. ايه ده؟ مش عارف ليه ريكو الراجل ده، الاتنين بيفكروني بلعبة انشارتد. واصلا ريكو اصلا شبه انشارتد جدا 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 الكاركتر، هو ناثان دريك مش انشارتد كلعبة، هو فيها شبه من لعبة انشارتد، بس انا اقصد يعني هي فيها كبير وشبه كبير جدا من لعبة من ناثان دريك، بس تحس ان هو تلالو ده ان اكتر شوية. والراجل اللي معاه ده برضو بيفكرني بنفس اللعبة، برضو كان معاه ناثان دريك وكان معاه راجل كبير. طلعنا على ظهر طيارة، ده هننط منها دي ولا هنعمل فيها ايه؟ ايه ده هنعمل ايه طيب؟ ده في صواريخ جاية، ايه ده احنا معانا بازوكا. تمام، صباح الانفجارات يا خراب ابيض. شفت البازوكا عدت من جنبي ازاي؟ بس اللي انا مستغرب منه ان احنا جاء علينا 600,000 قذيفة والطيارة ما حصلهاش حاجة، او انا ما حصلليش حاجة بشكل عام، معرفش ايه ده بقى الحكاية دي يا جماعة. تقريبا رجل خارق او سوبر مان. اوبا اخدنا طلقتين اهو، شفنا بس كده، اديت لها عين. انا كده اديت لها عين فظيعة، خلي بالكوا بقى احنا طايرين دلوقتي، احنا دلوقتي كده سوبر مان. لا بس شقي قوي كمان، نط وبرشوت وبتاع. انا بلعب على البلاي ستيشن 4 اهو، علشان ما تقوليش ان انا بلعب كل لعبه على البي سي، انا بلعب على البلاي ستيشن 4. البتاع دي بصراحه بتفكرني برضو بلعبه باتمان، ولا انا ما احلم؟ Yes you are Jim. Barbara wouldn't want you to get yourself killed. I'll be in touch the minute I'm done. You're not too bad yourself, huh? اوبا ده اللعبه دي فيها لمس للحبشتكنات، ما ينفعش عيب. انا هو بقى عمال شغال ضرب عليهم، ولا عمالين يضربوا على ام العربيه. العربيه ما شاء الله مصفحها. هي اصلا المفروض مقطوره عاديه جدا، بس اللعبه دي غريبه. انا بتضرب يعني، انا لسه هو بادئ اللعبه اهو، بتضرب مهما اتضرب على العربيه حتى مش عايز اطلع الدخان بتاعتي. لا ما شاء الله تقريبا لادة العربيه دي. قشطه يا لهوي. لا 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 لا. اوبا انت يا فرامل، انا مت ولا ايه؟ انا مت يا رجال. ده انا لسه عايش. والله حلو مش عارف انا لسه عايش ازاي مع اني مت واتشالبت ورحت. ادينا بقى تفجيرات بقى يا جماعه، اللعبه دي حلوه قوي، ما بتموتش فيها خالص. ده انا داخل فيها رامبو وفي وسطهم ولا يهمني. يا لهوي اديني قنبله، اديني قنبله يا عم، انا اديك قنبله، اديك بقى مش عارف انا بعمل. ندي كل واحد قنبله، محدش يتخانق. Get over here. يا جماعه الناس كلها بتضرب عليا، ولا بص الواد اصلا لازق فيا قريب مني جدا بيضربني. ايه ده؟ مش ممكن اموت. لا 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 مش مصدق اموت. لا لا ابدا. Get over here. الحته الاسكوربيون دي علشان بس خاطركم وعشان خاطر عيونكم يعني. راديو الشرق ده ولا ايه؟ نجوم فين؟ الناس قالت لي معلش، انا اسف يا جماعه والله العظيم، ساعات الواحد بيقلش غصب عنه يعني، انت عارف ده حاجه كده في الدم ما صعب التخلص منها. ما اعرفش ليه يا جماعه، حاسس ان مش عارف ولا انا اللي بحلم، حاسس ان الراجل ده شبه انشارتد قوي، شبه ناثان دريك قوي قوي، بس عنده شعر زياده كتير. يا جماعه البنت دي اسمها ديما المصري، والله اسمها ديما المصري، بس مالها كده؟ ديما، it's nice to see you too ديما. هلو. يا جماعه ديما المصري طلعت هبله، يعني يوم لما يكون في حد مصري في اللعبه يطلع اهبل، لا حول ولا قوه الا بالله.
انا من اول لعبت اللعبه دي يا جماعه وانا ايه ده كله بيفجر ورا بعضه يعني من ساعه ما لعبت اللعبه دي يا جماعه وكل اللعبه فيها تفجيرات بجد. يعني انت اذا كنت فاكر ان انت مثلا بقضيها تفجيرات انما ايه للصبح. انت عايزه مني ايه يا مجنونه انت؟ بتعملي ايه؟ What are you doing, woman? هوبا اوعى لا للتحرش اوعى الغليق كل واحد يخلي باله من الغليقه. انا بقول لك اهو اوكي دي كانت بتركب لي جناحات عشان اعرف اطير. لو ده هيثبت لك انك ايه تمام مش عارف انا عمال بضرب في ايه بس هو قال لي دمر فانا ما صدقت ادمر وقعدت ادمر انا في تدمير ما اعرفش حد. ايوه اديله بازوكا بقى. اوبا كل سنه طيبين يا رجاله احنا كده مبروك علينا الاعدام. يا خرب ابيض يا خرب ابيض على الجرافيك دي. بقى واحده بقى من المهمات الجانبيه اللي بنقدر مثلا ايه نلعب بيها بالهليكوبتر. ما اعرفش ليه انا اجربها معاكم دلوقتي نشوف هتعمل ايه. بس يعني بصراحه انا شايف يا جماعه اللعبه والله حلوه لعبه بجد. يعني هي انت لو انت مش عايز تفكر في حاجه لو عايز اوبا دي طياره حربيه كمان قشطه تمام يعني هي المفروض ان هي يعني مهمه جانبيه في اللعبه للناس اللي هو لو لقى لعبه ما فيهاش تفجير كفايه ولا تدمير كفايه تقدر تلعب مهمات جانبيه فيها تدمير زي الفل. بس بصراحة يعني انا داخل تقريبا في الثلاث ساعات طبعا عشان انا اصلا لما باجي بعمل فيديو باخد خمس ساعات جيم بلاي او ممكن اكتر عشان اطلع لكم تقريبا 10 دقايق حلوين كيلو كويسين. فانا لغاية دلوقتي بصراحة بلعب بقالي اربع ساعات نون ستوب. اللعبة بجد ممتعة جدا بقى جامدة جدا. انت عمال بدمر وبخبط وبظبط كل حاجة زي ما انتوا شايفين والجرافيك بتاعي حلو قوي. انا بلعب على البلاي ستيشن 4 بالنسبة للناس يعني اللي ممكن قبل ما تسألني بلعب على اني كونسول. انا بلعب على البي اس 4 دلوقتي. لا بس بصراحه يا جماعه والله العظيم اللعبه الجرافيك بتاعها حلو وهي اصلا لعبه ظريفه يعني حتى لو هي يعني سارقين حاجات كتيره من لعب كتيره قوي يعني. اوبا ايه البلطجه دي؟ ده انا فائد والله مش عارف ايه ده. لا بس يا جماعه بصراحه يعني اقول لكم على حاجه الميه معموله بصراحه من غير تحوير على البلاي ستيشن 4 معموله بالطريقه دي لا حلوه جدا كده. وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باحلى واكرم لايك من عندكم. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انا حابب اقولها لكم بالنسبه للعبه دي في حاجه عجباني وفي حاجه مش عجباني. الحاجه اللي عجباني مثلا فيها مع انها هي حاجه وحشه فكره ان هي واخده من كذا لعبه سرقه فكره من كذا لعبه زي لعبه باتمان زي لعبه فار كراي زي لعبه انشارتد في الديزاين. انا بتكلم في الديزاين وفي اللعبه بشكل عام. ادي حاجه بس هي حلوه ليه؟ لان انت عندك اكتر من لعبه في لعبه واحده. والحاجه اللي مش عجباني هي ان هي ما فيهاش مالتي بلاير زي لعبه جي تي. فدي الحاجه الوحيده الوحشه اللي فيها. غير كده هي لعبه ممتعه جدا وطويله فيها مشينات ملهاش حدود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باحلى لايك مره تانية. اسيبكم على خير واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله يا اهل الكرم.